مشاريع عملاقة في العاصمة الرباط تنتظر تدشين الملك. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. ينتظر أن يحل الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة بالعاصمة الرباط بعد أن قضى فترة طويلة في شمال المملكة وتحديدا بالحسيمة. وامتد مقام الملك بالحسيمة حسب مصادر إعلامية لخمسة أسابيع، لتكون بذلك أطول فترة أقام بها الجالس على العرش في قصره البحري الهادئ المطل على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. ويستعد الملك للعودة إلى العاصمة الرباط في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث سيترأس مراسيم افتتاح الدورة التشريعية في 11 من أكتوبر القادم، وسيلقي خطابا أمام نواب ومستشاري الأمة. مشاريع كبرى في العاصمة تنتظر التدشين الملكي الرسمي، وذلك بعد انتهائها تماما أو قريبا من ذلك. ويتعلق الأمر بالمسرح الكبير على نهر أبي رقراق الذي انتهت أشغاله بالكامل، بالإضافة للمحطة الطرقية الجديدة وكذا نفق باب الحد ومشروع تمديد الخط الثاني لترامواي الرباط سلا الذي انتهت أشغاله في فبراير وحالة جائحة كورونا دون تدشينه. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.